على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. هذه سانتي 5.0 المجازين اللي استنستوا بها كل يوم من العشرة حتى الاثناش كالعادة. موعدنا وحواراتنا وتحقيقاتنا تكون طبية وصحية بامتياز. وهو القائل: إذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه ودينه فسدت إنسانيته. العلامة عبد الرحمن ابن خلدون. سمير اليوم باش نحكي لكم على سرطان الجلون، وهو يحتل المرتبة الرابعة في عدد الإصابات السنوية. هذا في شيفر سانتي أجندا سانتي كواد نوف سانتي، هذا اللي استنستوا بيهم. وفي ساعتنا الثانية من نص نهار من 11 حتى نص نهار باش نرجعوا في موضوع تفاعلتوا معه برشا، ما هي وضعية منشأتنا وبناءاتنا الطبية في ولاية القيروان. هذا موضوعنا في ساعتنا الثانية من 11 حتى نص نهار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه 93 كونكتي معنا على دبليو راديو الحياة فام بوينت. سونتي 5.0. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في سونتي 5.0. سونتي 5.0. كالعادة في شيفر سنتين نختاروا بعض الأرقام، وحبيت نحكي لكم على سرطان القولون. هو يحتل المرتبة الرابعة بنسبة إصابة 14.6%. شيفر سنتين. حسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة، فإنه تم تسجيل حوالي 18770 حالة إصابة جديدة بالسرطان، تتوزع إلى 10150 ذكور و8620 من الإناث. هذه حسب أعلن عليه رئيس قسم الوبائيات بمعهد صالح عزايز لمرض السرطان دكتور محمد الحصيري. وفي تصريحه لأحد الوسائل الإعلامية، فإنه أكد أنه أكثر أنواع السرطان انتشارا في صفوف الرجال يتوزع إلى سرطان الرئة في المرتبة الأولى بنسبة 35.2%، يعني سرطان المثانة في المرتبة الثانية بنسبة 22.1%، فيما يحتل سرطان البروستات المرتبة الثالثة بنسبة 19.5%، ثم سرطان القولون في المرتبة الرابعة بنسبة 14.6%، ويتذيل القائمة سرطان المستقيم بنسبة 9.5%. وتتمثل أكثر أنواع سرطان انتشارا في صفوف النساء: سرطان الثدي في المرتبة الأولى بنسبة 74.9%، ثم سرطان القولون في المرتبة الثانية بنسبة 12.4%، ثم سرطان المستقيم في المرتبة الثالثة بنسبة 6%، والغدد الدرقية ب 5.4%، وفي المرتبة الأخيرة سرطان عنق الرحم بنسبة 3.1%. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي 39 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على راديو الحياة فام. سونتي 5.0. اليوم مش نحكي لكم على لا بروميير جورني دو ميديسين انترن، لا ميديسين انترن فوكس سور غروسيس اي لي بيس. هذا باش يكون موضوعنا في اجندا سونتي. اجندا سونتي. La première journée de médecine interne تحت عنوان focus sur grossesse et le puce باش يكون بتاريخ 25 مايو 2022 بالكومبلكس سوسيو سيانتيفيك دو لا فاكولتي دو ميديسين ابن الجزار بسوسة. il y aura des ateliers. اكثر التفاصيل تنجموا تلقاوها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام اذاعة القيروان للصحة. ونعاود نذكركم انه الدات ليميت بور لونفوا دي اتراك باش يكون لو 25 4 2022. هذا واكثر اكثر التفاصيل تلقاها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه فام اذا تلقى روان الصحه. هذا فيما يخص لا بروميير جورني دو ميديسين انترن تحت عنوان فوكس سور غروسيس اي لو بيس. هذه كانت اجندا سانتي بالنسبه لليوم. اجندا سانتي. سانتي 5.0. في دراسة جديدة تم إصدارها، يتم عزل أجزاء مضادة للحماية من وباء مستقبلي محتمل. هذا موضوعنا في كواد نوف سانتي. كواد نوف سانتي. كشفت دراسة جديدة
أنه علماء عزلوا أجسام مضادة علاجية في 45 مريض سويدي يمكنها حماية القارض من العدوى بعدة أنواع من الفيروسات هانتا. فيروسات هانتا هي عائلة كبيرة من الفيروسات اللي تصيب القوارض في المقام الأول، لكن يمكن أن تسبب أيضا عدوى خطيرة للإنسان. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي العدوى بفيروس بومولا إلى حمى نزيفية تلف حاد في الكلى وتسبب في فيروسات هانتا الأخرى مثل فيروس الأنديز ومتلازمات القلبية رئوية مميتة ومعدل الوفيات يصل إلى 40%. ويمكن الأجسام المضادة أن تساعد في تطوير اللقاح وتعالج النقص الحاد في العلاجات لعدوى فيروس هانتا الذي يمثل تهديدا ناشئا رئيسيا لسلطات الصحة العالمية. هناك أكثر من 50,000 حالة إصابة بفيروس هانتا يتم تشخيصها في جميع أنحاء العالم كل عام، وقد أكدت حالة التفشي الأخيرة في كاليفورنيا والسويد التهديد اللي تمثله هذه الفيروسات على الصحة العام. وهناك نقص في الأدوية واللقاحات المعتمدة لعدوى فيروس هانتا، ما يؤكد الحاجة إلى علاجات جديدة واستراتيجيات للتطعيم. واكتشف الباحثون في دراسة المنشورة في دورية Science Translational Medicine 153 من الأجسام المضادة أحادية نسلية الوقاية ضد الفيروس هانتا قاموا بعزلها من 45 مريضا سويديا تعرضوا للفيروس بومولا. وتتعرف هذه الأجسام المضادة على البروتين لفيروس بومولا، ووجد الباحثون أن تلك الأجسام يمكنها أيضا التعرف على مناطق مختلفة من بروتين سبايك من أنواع أخرى من فيروسات هانتا. والأجسام المضادة هذه يحمي الخلايا من 7 أنواع من فيروسات هانتا، كما يحمي فئران التجارب من العدوى بفيروس بومولا وفيروس أندريس. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم. كواد نوف سانتي. كالعادة ديما يكون حديثنا حول ليكو سونتي واقتصادية الصحة، واليوم مش حكي لكم على قطاع التأمين الصحي. إيكو سونتي. يمثل التأمين الصحي أهمية بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، وهو يسعى لتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين من خلال عدة أساليب، كما تقديم رعاية صحية قادرة غير مشروطة بقدرة المواطن المادية، بحيث تشمل هذه الرعاية المواطنين جميعا وبشكل تدريجي ومخطط. تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع المؤمن عليهم للحصول على حق الرعاية الصحية التأمينية بسهولة، والعمل على تطوير أساليب الرعاية الصحية وإضافة إمكانيات علاجية حديثة وفق معدلات علمية محددة. هذه كانت تعريفنا اليوم لقطاع التأمين الصحي اللي هو جزء مهم في علم اقتصاديات الصحة. بعد شوية باش يكون حديثنا حول البناءات الطبية في ولاية القيروان، شنو هي الوضعية متاحة، هذا وأكثر من بعد بشوية.